ومن العاصمة المالية ينضم إلينا محمد ناجي مراسل الغد. محمد، كيف تنظر السلطات الجديدة في مالي إلى اجتماع الغد لمجموعة دول غرب إفريقيا؟ نعم، هي حالة من الترقب تسود حاليا في انتظار الساعات القادمة، حيث أن اجتماع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إكواس ستنعقد غدا بمشاركة الرئيس الانتقالي رئيس المجلس العسكري العقيد عاصمي كويتا. ما يسود حاليا في مالي هو حالة من الترقب لما ستسفر عنه هذا الاجتماع الطارئ الذي تعقده المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، وما إذا كانت تتبنى عقوبات أو تفرض عقوبات على العسكريين المجلس العسكري الحاكم حاليا من أجل في حال رفض عدم تسليم المرحلة الانتقالية وقيادة المرحلة الانتقالية للمدنيين. وهناك طرح آخر هنا حسب ما يسود في المشهد الحالي في مالي، أن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا لن تفرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم في مالي نظرا للهشاشة الاقتصادية، لكن ربما هذا ينافي رأي آخر وهو ربما هو أكثر منطقية. سبق لقادة في المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا أن قالوا بأنه لا خيار أمام العسكريين في مالي سوى أن يسلموا القيادة الانتقالية للطرف المدني. سبق وأكدوا ذلك وهو من بثق عن ترأس الرئيس الانتقالي المجرد باهندو الذي جرده القادة العسكريون. ولكن على بالمجمل بالمحصلة هنا هذه ساعات من الترقب ينتظرها الماليون بفارق الصبر. هناك آراء غير مؤسسة من الناحية المنطقية، لكن الجميع يتطلع أو ينتظر ما إذا كانت مالي ستخرج من عنق الزجاجة أو عنق زجاجة المرحلة الانتقالية، أم أنها ستتكور في هذا المشكلة الذي تعيشه. محمد، عقب تعيين غويتا رئيسا للبلاد، هل من جديد على صعيد التحركات السياسية؟ عاصمي غويتا قبل أن تعلن المحكمة الدستورية تنصيبه رئيسا انتقاليا للبلاد لملء الفراغ، ملء الشغور حسب ما يسمى قانونيا، التقى بالقادة السياسيين للأحزاب السياسية والتقى بقادة منظمات المجتمع المدني، وهي محاولة ظاهريا لترميم البيت الداخلي محاولة ترميم البيت الداخلي قبل إعلان المحكمة الدستورية. فيما يبدو أن اتحادات النقابات العمالية هي أيضا بدورها عبرت عن دعمها لعاصمي كويتا. الأحزاب السياسية لم تصدر أي تعليق لحد الآن على قرار إعلان المحكمة الدستورية تنصيب كويتا عاصمي كويتا رئيسا للبلاد. كذلك الأحزاب السياسية، حراك 5 مليون يورو هو أيضا لم يعلق على الموضوع. سبق وأن أصدر بيانا قال فيه بأنه سيتعاون مع المجلس الانتقالي أو المجلس العسكري، وإلى حد الآن لا توجد تعليقات. أعتقد أن الجميع يترقب ما ستسفر عنه الساعات المقبلة التي تفصلنا عن انعقاد القمة الطارئة لمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وما سينبثق عنها. مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة المالية، شكرا لك.